السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعنا لكم بفيديو جديد. راح نتحدث عن الفرق بين عثة الغبار المنزلي وقمل الكتاب. أجاني استفسارات كثير كبيرة عن هذا الموضوع، فراح نتحدث عنه. حشرة بيضة صغيرة موجودة في المنزل سببت لنا قلق كثير كبير وعلى مدى العديد من السنين. حشرة كريمية صغيرة غير معروفة بتظهر فجأة وموجودة في أماكن الرطوبة، مش عارفين شو هي، ظهرت فجأة أيضا وما عرفنا شو هاي الحشرة، أو نميز بين هاي الحشرة اللي لونها أبيض والحشرة اللي لونها كريمية. صار في تلابس وصار في تداخل في الموضوع، إنه عنا حشرة لونها أبيض بتظهر بتأثر علي بتقرص بتسبب حكة. راح نتعرف بهذا الفيديو على أنواع هاي الحشرات، وراح أحكي لكم بالتفصيل الفرق بين الحشرة اللي لونها أبيض اللي هي والحشرة اللي لونها كريمي أو ما إلا الإصفرار. ياريت تخلوكم معنا لنهاية الفيديو، لأنه في معلومات قيمة كثير راح نتحدث عنها. إن عجبكم الفيديو ياريت عمل لايك واشتراك في القناة، ولا تنسوا زي ما عودناكم دائما أي ملاحظة أو أي تعليق تكتبوا لنا إياه أسفل الوصف. ورجعنا لكم من جديد زي ما حكيت في مقدمة الفيديو. اليوم راح نتكلم عن الفرق بين عثة الغبار المنزلي وقمل الكتاب. حشرات بتسبب لنا قلق، بنكون في المنزل بتظهر فجأة، يعني اليوم بتكون موجودة بتتكاثر بكمية أكبر، تساؤلات كثير كبيرة. بفتح على مواقع التواصل، بفتح على اليوتيوب، بقرأ مشاهدات، بشوف فيديوهات، مش عارف شو هي هاي الحشرة. خليكم معنا حتى نتعرف على هاي الحشرات. أول حشرة راح نتكلم عنها عثة الغبار المنزلي. زي ما احنا شايفين هون، عثة الغبار المنزلي من الطفيليات صغيرة الحجم، ولا تعتبر من الحشرات، كائنات مجهرية صغيرة، يعني ما يدوب تنشاف، حجمها أقل من 0.2 أو أقل من 0.3 مليمتر، يعني حجمها صغير. صعب إنه إحنا نتعرف عليها بدون ما نراقب يوم يومين ثلاث حتى تظهر بكمية أكبر، حتى نشوف إحنا إنه ظهر عنا إصابة في البيت. فيعني من حشرات صغيرة يعني بتسبب قلق، وجودها في المنزل بسبب لنا قلق وخوف كثير هلع، إنه بتسبب لنا إنه ظهرت هاي الحشرة مرة واحدة. هي حكيت لكم من الطفيليات وليس من الحشرات، لها 8 أرجل. أماكن التواجد، الأماكن الرطبة وحيث تكون موجودة على السرير، على الفرشات، على الجدران، موجودة بكثرة في الأماكن الرطبة. أضرارها على الإنسان، تسبب التهاب في القصبات الهوائية، أيضا تسبب الحساسية اللي هي بنحكي لها حساسية عثة الغبار، وأيضا تسبب الربو في بعض الأحيان وخصوصا عند اشتداد الإصابة وعدم معالجتها. لونها أبيض، تظهر في أماكن الرطوبة، لونها أبيض، ركز، حكيت أنا لونها أبيض لأنه احنا هسه رح نيجي على الحشرة الثانية لونها مختلف، ولكن حجمها الصغير، حجمها الغير مرئي أو غير، يعني إلا لما نيجي ندقق كثير بشكل كثير كبير حتى تبين معنا. هاي أول حشرة حبيت أحكي لكم عنها، عثة الغبار المنزلي، حشرة لونها أبيض. إحنا بنحكي مجازياً حشرة لسهولة الشرح. ثاني حشرة راح نحكي عنها اللي هي عبارة عن قمل الكتاب، وهناك بصير في اختلافات كثير كبيرة. أنا شفت هاي الحشرة، طيب هاي عث ولا هاي عث ولا عبارة عن قمل الكتاب؟ زي ما إحنا شايفين هون بالصورة، هاي عبارة عن قمل الكتاب، هو نوع من أنواع حشرات صغيرة الحجم، ولكن حجمها من 2 إلى 3 ملي متر. سبب التسمية لأنها تنجذب إلى المناطق عالية الرطوبة وأماكن تخزين الكتب، حيث تسبب إزعاج كبير وتسبب قلق، ويعني بتسبب مشاكل في البيت. يعني إنه موجود عندنا حشرة بتقدرش، يعني الواحد سبحان الله ما بيقدر يعيش وبيته فيه موجود حشرات. تظهر في الأماكن الرطبة وأماكن تخزين الكتب، حجمها صغير نفس ما حكيت لكم من 2 إلى 3 مليمتر، لونها كريمي أو بني، لا تملك أجنحة. إذن الفرق الرئيسي بين قمل الكتاب وعثة الغبار المنزلي اللون. عثة الغبار المنزلي لونها أبيض، بينما قمل الكتاب لونها ما إلا الإصفرار أو بني أو لونها كريمي. فهذا أهم فرق
بمجرد النظر او التدقيق ببين، خصوصا على الاجهزه الكهربائيه، ببين على السره، ببين على الفرشات، على الجدران، وكلها بتهاجم او بتكون موجوده في الاماكن الرطبه. لونها كريمي او بني، لا تملك اي اجنحه. اماكن تواجد قمل الكتاب في المنزل، الاماكن الدافئه سيئه الرطوبه وذات الرطوبه العاليه، سيئه التهويه وذات الرطوبه العاليه. على ماذا يتغذى قمل الكتاب المنزلي؟ يتغذى قمل الكتاب المنزلي على الحشرات، على النشويات، وايضا على الحبوب والكتب، وخصوصا المتحلله او المهتريه في اماكن تخزينها لفتره طويله. علامات الاصابه بقمل الكتاب احنا بنشوفها موجودة على الجدران، بنشوف الحشرة الكاملة. عند مشاهدة الحشرة الكاملة احنا بنعرف انه هاي قمل الكتاب. ليش؟ لانه انا ورجيتكم صورة عثة الغبار المنزلي، ورجيتكم صورة قمل الكتاب، فاحنا حاليا قدرنا نميز بين عثة الغبار المنزلي وايضا حشرة قمل الكتاب. نفس ما حكيت لكم علامات الاصابة هي رؤية الحشرة بشكل مباشر، وهي تظهر بشكل مفاجئ في المنزل، وتكون حجمها صغير بحيث يلاحظ ظهورها في بداية الإصابة. يعني احنا حجمها صغير، نفس ما حكيت لكم عثة الغبار المنزلي 0.2، اقل من 0.2 ل 0.3 ملم، بينما قمل الكتاب من 2 ل 3 ملم. حجم حشرات حجمها صغيرة، يدوب يتم رؤيتها بالعين المجردة، يعني تحتاج الى تدقيق في أماكن الإصابة أو أماكن الرطوبة. حشرة قمل الكتاب تعمل تحسس، تعمل أحيانا بعض الالتهابات عند الأشخاص اللي بيعانوا من تحسس، يدل على وجود مشاكل في الرطوبة. هاي مشاكل إنه ظهور الحشرة بتؤدي لهذا الشيء. الحشرة برضو أجاني سؤال مهم جدا، قمل الكتاب يقرص او قمل الكتاب بسبب له قرصات مثل حشرة بق الفراش او حشرة البراغيث؟ قمل الكتاب لا يقرص، حتى عثة الغبار المنزلي لا تقرص. فحبيت اوضح لكم بهذا الفيديو اهم الفروقات بين عثة الغبار المنزلي وقمل الكتاب، لانه اجاني استفسارات فحبيت اجاوبكم عن هاي الاسئلة. يا ريت ان اعجبكم الفيديو عمل لايك واشتراك في القناة، ولا تنسوا زي ما عودناكم دائما اي ملاحظة او اي تعليق تكتبوا لنا اياه اسفل الوصف، وشكرا لكم على المشاهدة.